أصحاب السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فعلينا جميعا وبالأخص على الشباب الذين هم خيرة الأمة وطاقتها وجهدها أن نبادر الموت بأن نري الله من أنفسنا خيرا وأن نسلك هذا الطريق الذي مهده الله لنا. فأنتم جميعا تعلمون أن أمامنا صراطا منصوبا على متن جهنم يتسابق الناس إليه ويأخذ الله أبصار الكفار وهم سابقون إلى الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون وقد ختم على أسماعهم وأبصارهم. هذا الصراط الذي أمامنا هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. لكن لدينا صراط آخر وهو هذا الصراط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط دنيوي قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنك. هذا الصراط الدنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي وبقدر استقامة الإنسان عليه تكون استقامته على الصراط الأخروي يوم القيامة. فالذي يستقيم على هذا الصراط الدنيوي الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاحب أي طريق معبد بين سورين وهما حفافاه يحفانه من ذات اليمين وذات الشمال وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وفي كل باب داع يدعو إليه وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. هذا الصراط الذي نسير عليه له حفافان حفاف أيمن وحفاف أيسر. في الحفاف الأيمن فيه أبواب مفتحة وعليها ستور وفيها منادون ينادون إليها جهة التشدد والإفراط والمبالغة والتطرف والتكفير والأخذ الأمور بإقصاء الآخرين وكأنك أنت محتكر للحق وحدك وهذه سبل الشيطان. وفيها دعاة يدعون إليها كل باب فيه داع يدعو إليه يا عبد الله إلي إلي. وكذلك الحفاف الأيسر فيه أبواب مفتحة وعليها ستور وفي كل باب داع يدعو إليه وهي جهة التنازل والتساهل والميوعة والإفراء والتفريط وترك عرى الإسلام تنكث عروة عروة. فالمتساهلون أيضا متطرفون لكن في جهة الشمال والجميع ساقطون عن هذا الصراط في بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال. والسالكون لهذا الصراط السوي الوسطي المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط هم الناجون وحدهم. لا ينجو الذين دخلوا الأبواب المفتحة جهة اليمين ولا الذين دخلوا الأبواب المفتحة جهة الشمال فكل أولئك هالكون ساقطون عن ظهر الصراط الأخروي يوم القيامة. ولذلك تجدون الشباب اليوم ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة إلى متطرفين متشددين ينازعون القدر ويجعلون من أنفسهم أربابا على الناس وهؤلاء هالكون. وإذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم روايتان في صحيح مسلم. وكذلك الغاوون المتبعون للشهوات ذات الشمال في الأبواب المفتحة هم أيضا هالكون. فالناجون هم القسم الثالث وهم السالكون لهذا الصراط السوي. تعلموا وعملوا ودعوا وصبروا أربع خطوات سلكوا بها هذا الصراط السوي. تعلموا العمل من غير علم فالذين يعملون على غير علم هم النصارى وهم الضالون لأنهم لم يعرفوا الطريق ولم يسلكوه. والذين تعلموا ولم يعملوا هم اليهود الذين عرفوا فهم المغضوب عليهم نعوذ بالله. لم يرد الله أن يهديهم
ولو أراد الله بهم الخير لهداهم لكن لم يريد أن يهديهم فأضلهم الله على علم. والذين علموا وعملوا إذا لم يدعوا إلى ما علموا وعملوا به كانوا غاشين للناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فلا بد إذا تعلمت الحق وعملت به بخاصة نفسك أن تدعو الآخرين إليه وإلا كنت غاشا لهم. كالذي يعرف أن الماء في هذا الاتجاه والناس في مفازة من الأرض يقتلهم العطش، فإذا لم يدلهم على الماء أليس ضامنا لأرواحهم؟ بلى هو ضامن لأرواحهم. فلذلك لا بد من الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به، ثم بعد ذلك الصبر على هذا الطريق، فنحن ممتحنون عليه والقلوب تعرض على الفتن كأعواد الحصير عودا عودا، وكل يوم من أيام الله لا بد أن يهتز هذا الصراط فيتساقط المتساقطون عنه بأنواعهم. ولهذا فإن الصبر عليه مشبه بالقبض على الجمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة أياما المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر، تحتاج إلى صبر شديد. وهذا الصبر يقتضي من الإنسان أن يخاف الفتن وأن يجتهد في الثبات والاستقرار والاستمرار على الطريق، وأيضا على الاستقامة على هذا النهج السوي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالاستقامة مهمة جدا للسالك لهذا الطريق، وهي مقتضية أن يزداد من الخير كلما تقدم به العمر، لأن السائر على طريق وهو يعرف المحطات ويعرف كم بقي أمامه، إذا كان في القطار في اسطنبول ويعرف أنه يتجه إلى المحطة الفلانية وقد مر تجاوز المحطة رقم 1 و2 و3 و4 و5، يعرف أن محطته قريبة وهذه المحطة التي ننتظرها هي الموت. وقد تجاوزنا محطات كثيرة من أعمارنا، فلا بد يا إخواني أن نجتهد في أن نحسن فيما بقي من العمر، كما قال الحكيم بقية العمر عندي ما لها ثمن ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. وقد قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. العمر إذا ضيع أوله جدير أن يحفظ آخره.